وشوف بالنسبه انا للزواج، الراي ديالي انا في الزواج ما عندوش، ما تقدرش تعرف هي مكاتب، يعني ما تقدرش تعرف شنو ممكن يجيك في المكتب. ما عنديش شي مواصفات معينه، واش تكون فنانه واش ما تكونش، ولكن كنفضل ما تكونش فنانه. يعني الدومين ديال الفن صعيب، يعني انت اصلا ما قالش شي، فما يمكنش تجيب بنت واحده اخرى ما تكونش جالسه، انت اصلا ما قالش فنانه وحياته دائما كتكون متنقله وكذا. فكنظن على انه هي مكاتب، ولكن انا حاليا كنشوف يعني كل انسان يرتبط ما يكون ما تكونش فنانه.